من تعاهد فيك وفينا الخصال والوصل ما بيننا حبله جليل حافظينه بالمواثيق الثقال والعزم والحزم من جيل لجيل. والله شوف أنا أبغى أقول حاجة. أنا لي يعني لي تحفظ على خالد واعتبره تحفظ يعني يخصني أنا يعني تحفظ نرجسي يعني يخصني ببعض الخصائص اللي هي اعتبرها يعني من 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 واقع الخبرة من واقع يعني الأشياء اللي أنا يعني ممكن استغلها في تعاملاتي مع زملائي. خالد ظاهرة جميلة وظاهرة فريدة. خالد فنان كبير. خالد يعني أنا أقولها صراحة اللي بيشتغل مع الرجل ده يفهم إيش هو يبغى. غير كذا خالد توجد في صوته بحة جميلة يعني تحسسك بجمال المواطنة وبجمال وعبق الطبيعة إضافة إلى أنه يعني المتابعة الفنية في أثناء تركيب الصوت وإلى آخره يعني هذه أنت ممكن لو كان هناك ذو الخبرة في المتابعة في أثناء ما مثلا لما يكون يعني مثلا يتابعه في عمل منفذ وإلى آخره تجد أنه أنت تأخذ من خالد كل اللي تبغاه في, 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 في قمة الرقي والمعرفة والذكاء الأدائي. الذكاء الأدائي ترى ده مش سهل مش بسيط ولكن المتابعة هي اللي تكتشف لأنه المطرب لما يكون داخل الكنترول جوا في الكوكبت فهو بيغني وبيغني بيعبر عما في دواخله لكن المتابع منه هو اللي يتحسس فين الأماكن وبعدين غير كده الجملة الجميلة هي اللي تبرز صوت وتطوع صوت المؤدي. فخالد يعني اللي يبغى يتقرب منه يجب انه يفهم ويفهم ايش 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 جمهور خالد. خالد فين ما حطيته تجده ولكن حطه في المكان المناسب له وحطه في المكان الصح يعني افهم هو ايش يبغى واطرح كمان انت طرح يكون ذو قيمة معرفية في 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 المقام في السياق اللحني في كذا حتى انك انت تقدر تاخذ منه. والله يا اخي شباب اقول لك على خالد انا يعني يعجبني فيه اولا يعني 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 الكمال هو لله سبحانه وتعالى ولكن خالد يعني انسان منضبط انسان ملتزم في مواعيده إنسان ملتزم عنده يعني خاصية في الحفظ سريع البديهة ما شاء الله يحفظ بسرعة يعني يذكرني بطلال مداح رحمة الله عليه. أيوة يعني خالد يذكرني في طلال في أشياء كثيرة ويتجانس معه في أشياء كثيرة يعني في أدبياته في خلقه في جماله في بساطته في عفويته. ايوه يا خالد فنان اصيل ما في شك. والحب هو سيد الاحكام حب على خافقي والي. والحب هو سيد الاحكام حب على خافقي والي. والحب هو سيد الاحكام حب على خافقي والي. والحب هو سيد الأحكام حب على خافقي والي.